اعطينا في تلعب سباق للسي سي مش نشوفوك في مباراه كره الطايره اليوم قبل كل شيء. ليه بعد يعني مساره رمضانيه وواحد يشجع جامايت يعني في كل المجالات يعني يعني فوت باسكيت فولي كل شيء موجود. ان شاء الله غالب اليوم خسرنا ان شاء الله غدوه في الباسكيت. بدنا نحكيوا على السي سي فوتبول السنه موسم استثنائي لكن السي سي في المركز الثالث يسني الاسباب حسب رايك. شوف اسمع دي ديتاي صغار هما حكموا في البطوله فهمت بون بطوله جاتنا واحنا فرطنا فيها عملنا موسم اكسيبسيونيل في اللي في اللي ريكور فهمت يعني متعمد اللي فيكتوار من بعد تخرج من غير حد شيء حاجة تتوجعك شوية فهمت فما ديتاي صغار اللي بدلوا بون فنيا باش نبدأ نحكي بتيتر يعني فما دي شوا صاروا موش في بلايسهم فما ماتشويت اللي ماتشو بالنسبة لي اللي بدل الشامبيونا الكل ماتش حملان بتيتر ذاك الماتش البيز امبورتون على خاطر ميغردين اوكي خسرنا دو بوان مي قعدنا في الكورسة فهمت ماتش حملان كان ربحناه نكونوا نقعدوا اليوم في الكورسة ونكونوا الويلة ما جيتش على غالب نبنيو على العسناء وناخذوا الايجابيات ونصلحوا خاصه السلبيات الصغار هما حوايج صغار مش مستوى الاداري ولا على المستوى الفني حسب رايك نتخيل السنة كل شيء توجد نتخيل فما حد شيء ما عندناش اسباب فنيه تقول بريسيون على الملاعبيه ولا حاجه على المدرب لا لا بون مدرب انا نجم ننتقدك نجم ننتقدك بكل احترام راه ماهيش حكايه يعني ما نحبش ندخل فنيا برشا على خاطر بيتيتر يقول لك علاش ولا هذوما دي شوا نتاعي فهمت ما كان حاب نحكي بيتيتر تو نحكي على حوايج كبار صاروا يعني كنا نجم نربحوا بها مطرح ماتش ليتوال مثلا ماتش حمام لنف ما نحكيش ماتش جيرجيس على خاطر ماتش جيرجيس من الاول يعني جيرجيس هذيك ما نقولوش عقدتنا مي ديما فما ايكيب نوار في كل جمعيه في العالم فهمت احنا نربحوها بالسيف التيران زاده خايب وظروف خايبه وماهيش مباراه تقولش علينا نلعب في الافريق ماش نحكيو على الافريق توا نحكيو على الكره التونسيه الافريق ولا خير من الكره التونسيه برشا فهمت برب. فنيا فما ديتاي صغار اللي حكموا في البطوله اللي احنا ما صلحناهمش قعدنا ديما بيهم نسخيل روحنا باش نقعدوا ديما هكاك نربحوا وما ربحناش. حطنا باش نحكيو على الببليك سي سي اللي شفناه في موسم استثنائي في فرع كره قدم كره الطايره كره في كره السله في اي في كل فروع ببليك سي سي اليوم. شوف متعودين عليه حتى من قبل راه مش من تو. اكثر تو. حتى قبل برشا راه متعودين زاده ديما الصاله معبيه الحمد لله راه جمهور سي سي هو اللاعب رقم واحد. في كل يعني كل رياضات في سفيقس وهي كي الحاجه البي يعني تدخل لدارك تتكلم على السي اس اس تخرج القهوه في خدمتك ديما على السي اس اس هيك النكهه في سفيقس هيك اللي تخليك يعني تعشق نادي سفيقسي وتقعد ديما تتبع في كل المجالات يعني الرياضيه ان شاء الله ديما ببليكنا ورانا. اوكي يعني فما فترات اللي فما تعصب سي سور على خاطر بتات يرى في حاجه قدام وهربت عليه انا نقول الحاجه عاديه صوابع يدك مش كيف فما اللي يسب فما اللي صفق فما اللي يلوم هيك الكوره هيك هي الكوره وهيك بنتها ديما نقعدوا راجع جمعيتنا نقعدوا ديما قد ما يكثر الاحباء ان شاء الله نفرحوهم كما قبل والحمد لله نادي الصفاقسي راهو كان وقف بتيتر عام ماكس عامين ما يهزش تيتر على خاطر العامين هكوما بنينا بهم الجمعيه اللي توا تعديت 2013 2014 2015 2016 من 2011 ل 2013 احنا قعدنا نكونوا في جمعيه وجاو لي تيتر ان شاء الله نبنيو على هذا والحبايه ديما معانا ويدزوا معانا وماهوش غريب على الجمهور نادي الصفاقسي.